غواصة جزائرية تضرب هدفا بريا. نفذ الجيش الجزائري أمس الخميس المرحلة الثانية من مناورات الردع 2021 التي شهدت إصابة هدف بري بصاروخ أطلق من الغواصة الجزائرية. وأكد التلفزيون الحكومي الجزائري إصابة الهدف البري بدقة عالية وتدميره بالكامل. ويشرف القائد جيش الجزائري سعيد شنقريحة منذ يومين على تنفيذ المناورة البحرية في الناحية العسكرية الثانية بمدينة وهران غرب البلاد.